قال الفرزدق: ألا خبروني أيها الناس، إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم. سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، وما السائل لم يعقل العلم صدره. في تقديم وتأخير اضبطوا العلم مفعول به والصدر هنا فاعل، يعني سبحان الله عاش الحياة دي كلها وحفظ الأشعار وكذا، ومع ذلك هو معترف أنه إيش؟ أنه لم يعقل العلم صدره، يعني لم يحفظ صدره العلم، لم يكن وعاء للعلم. ولذلك سبحان الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. التقى يوما الفرزدق مع الحسن البصري فقال: الناس يقولون التقى خير الناس بشر الناس. هو عارف نفسه، ولذلك ربنا يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صاحب المعصية عارف نفسه، ولذلك يقول الحسن البصري: أصحاب المعصية عليهم الغبرة وإن ركبوا البراذين وتصدرت بهم المجالس، فإن الغبرة على محياهم وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الله يسترنا وإياكم ويتوب علينا جميعا. نعم. وما السائل الواعي الأحاديث كالعمى. يا كالعمي، كالعمي يصف نفسه، يعني طيب إذا كان كده ما الذي أجبرك على ما أنت فيه؟ كان ينبغي يتركه بدل ما تحفظ الشعر أنك أنت إيش. لكن كل ميسر لما خلق له، وإذا رأيت مبتلا فقل الحمد لله الذي عفاني وابتلى به كثيرا من خلقه. نعم.